عندنا احتياطي لحد يمكن شهر ابريل الجاي، حتى ابريل القادم تقريبا التموين، فما عنديش ازمه. لكن انا عندي ازمه في ال 40% من الشعب، ال 40 مليون من الشعب المصري اللي هو بيشتري سكر حر. طيب هو السكر بس فيه مشكله؟ لا، في حاجات تانية فيها مشكله. طب سياده الوزير النهارده انا بتكلم واقول، وهيكون معانا الاستاذ حازم المنوفي دلوقتي كمان، سياده الوزير وحضرتك بتقول بعد 10 ايام، طب ايه بقى؟ ايه اللي ممكن، ايه حكمه ال 10 ايام؟ ليه مش يوم؟ طب ليه مش خمسه؟ اشمعنى 10؟ يعني الوزير حدد قال لك 10 ايام، ليه؟ استاذ حازم المنوفي اولا مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى مشاهدينا الكرام. هل عندنا ازمه سكر؟ لا ما عندناش ازمه. ما عندناش ازمه؟ لا. عندنا ما ايه؟ ما عندناش ازمه. لا هو موجود سكر وطبعا اسعار مغالى فيها جدا. ايوه. ودلوقتي اصبح التاجر والمحلات بتاع عندهم عزوف عن ما بياخدش سكر لان السكر سعره مش طبيعي. وطبعا في نفس الوقت هو هينزل سعره، انا مثلا اجيب سكر وبعد كده ينزل سعره، مين اللي هيعوضني على الفرق؟ السكر سعره مش طبيعي. السكر سعره مش طبيعي، وبعدين هنقوله كلمتين كده، السكر غير الرز، السكر داخل في مكونات حاجات ياما. غير كيس السكر اللي الزبون بياخده بيخش في منتجات تانية، مربات، حلاوة، عصاير، بيخش في حاجات تانية. مش ايه اللي وصلني النهاردة الناس بتدور على كيلو سكر؟ ايه اللي وصلني لده؟ السكر طبعا سعره مش طبيعي، وطبعا الـ يعني في عزوف من التجار اللي هو تاخد سكر، يقول لك دي سلعة بناقص منها، يعني سعره غالي، وفي نفس الوقت من المفترض اللي طبعا سعره هينزل، لان طبعا الدوله ممثله في هيئه السلع الغذائيه هتستورد سكر داخل. بس النهارده السكر اللي داخل ده في لازم يبقى في نظام منظومه للتداول، السكر اللي هيخش ده لازم السكر ماشي، السكر سعره لي، حط سعر على كيس السكر. نعم. عشان حط لي كيس سكر وسعره عليه. نعم. وفي نفس الوقت اعمل مع يعني هامش ربح عادل للتاجر. نعم. اديني يعني هامش ربح عادل للتاجر، اعمل حسابك كده هامش ربح عادل للتاجر وحط سعر على السكر. وبرضه في اقتراح تاني للسكر يتوزع برضه من خلال بطاقه التموين، اللي بياخد سكر عايز ياخد سكر حر يبقى موجود فيه سكر حر مثلا سعره قد كده، عايز كيسين عايز ثلاثه، المنظومه ديت مظبوطه يعني منظومه كويسه جدا. لا انا دلوقتي ما عنديش مشكله في التموين، عندي مشكله في الحر. لا ما فيش مشكله في التموين. التموين ما فيش مشكله، مشكلتي في الحر. وصل عندكم كام الاسعار بصراحه؟ وصل 50 جنيه. 50؟ نعم. 48 50.